النجم الكبير كابتن مؤمن زكريا. مؤمن زكريا بيستعين بدعاء تسهيل الامور عبر انستجرام. استعان النجم مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي بدعاء لتسهيل الامور في بوست جديد نشره عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام في احدث مشاركه له عبر منصات السوشيال ميديا، وسرعان ما تفاعل متابعيه على بوست الدعاء وقدموا له كل الدعم لتخطي ازمته الصحيه التي يعيشها منذ فتره. الحقيقه مؤمن من الناس اللي احنا بنفرح بيهم جدا، او من اللعيبه اللي احنا بنفرح بيهم جدا جدا، ما يقول اي حاجه، حتى اي حاجه يقولها هنبقى مبسوطين، وواخد دعم كل الجمهور، جمهور النادي الاهلي وكل جمهور مصر الحقيقه بيدعم هذا الرجل لانه بيستحق. فاحنا بنفرح جدا لما بنشوف مؤمن كاتب حاجه، بيقول حاجه، بيحاول ان هو يبين للناس ان هو كويس. ربنا يكرمه وان شاء الله يرجع بألف ألف سلامه.